أعزائي متابعي ومشاهدي موقع وتلفزيون الوطن، إحنا معاكم هنا من مدينة مرسى مطروح ومن أحد قلاع الرياضة في مطروح والملاعب الخماسي. طبعا كل الطلبة في مطروح بدأت تخلص امتحانات وبدأوا يتجمعوا ويمارسوا رياضة بمختلف أنشطتها، كرة قدم وباسكت ويد وكل الألعاب الرياضية. إحنا النهاردة معانا مجموعة من الشباب وطلاب بالمدارس بعد انتهاء العام الدراسي، هنتعرف عليهم وهنعرف بيلعبوا ايه وبيمارسوا ايه خلال موسم الصيف. زي ما حضراتكم شايفين كده ملعب خماسي ومجموعة كبيرة بتمارس أنشطة في اكتر من ملعب. النهاردة موجودين هنا معانا، هنتعرف بأحد الشباب النهاردة. نتعرف بيك. أنا محمد وليد، طالب بصف السنة الإعدادي. إن شاء الله دايما مستمرين في الصيف وهنلعب دايما بإذن الله، ونفضل متجمعين دايما وهنلعب على مدار يومين في الأسبوع، وإن شاء الله نعمل أحسن مجهود لينا ونفضل متجمعين هنا في النادي الأهلي. طبعا النادي حلو وجميل ودايما مستمرين إن شاء الله في النادي الجميل. شكرا. كلمني قول لي، يعني ده أول تجمع ليكوا بعد انتهاء الامتحانات؟ هو بصراحة لعبنا مباراتين كانوا جميل جدا برضه في النادي الأهلي، لأنه نادي جميل مباراته حلوة، في أجواء جميلة جدا واللعيبة ما شاء الله يعني محترمين ومفيش حد قليل الذوق وكده. قول لي بقى، يعني بتتجمعوا كم مرة في الأسبوع وبتلعبوا كم مباراة؟ يعني مثلا بنتجمع 3 مرات، نلعب في الأسبوع مرتين ونروح سايبر وكده، تمام، وبنخرج نروح على البحر نتفسح شوية، بعد كده نرجع نكمل كورة. الكورة أساس أي حد، يعني هي بتطلع الأداء. بتعتمدوا على الرياضة طول موسم الصيف؟ طبعا ده شيء أساسي. مجموعة كبيرة بقى من زمايلك بتشاركوا معاك في ممارسة الرياضة على مدار موسم الصيف؟ طبعا طبعا، احنا بنتمنى لك كل توفيق، وطبعا الرياضة هي غذاء الجسد والروح زي اي رياضة بتمارسوها، كرة قدم وكل انواع الرياضة. احنا بنحييك وبنشكرك. زي ما حضراتكم شايفين اعزائي متابعي تلفزيون الوطن، كل الشباب النهاردة متجمعين في ملاعب كرة القدم بيلعبوا في تجمعات ولا أجمل هنا في مطروح بعد انتهاء ماراثون الامتحانات، وفي انتظار جميع طلاب النتائج. وزي ما حضراتكم شايفين ملاعب النهاردة، يعني شايفين أكتر من ملعب، في شباب بيلعبوا ماتشات كرة قدم وشباب بيلعبوا وبيتمرنوا على كرة القدم، وشباب تاني بيلعبوا جوه في أماكن تانية برضو تدريبات في مختلف الأعمار معانا النهاردة. متابعي ومشاهدي تلفزيون الوطن، كنا معكم من ملاعب كرة القدم، ملاعب الخماسية في مدينة مرسى مطروح. تحياتي محمد بخات، وانتظرونا في لايفات أخرى ننقل لكم أجواء المصيف وصيف مطروح وأجواء صيف 2023. تحياتي، انتظرونا.